بعد سلمة بيطول الأهل السما، ودي اسمه فوق الكل وعري ودولاب بطولات عمليت مليت شرف اللي انتمى الأهل القمة اسم على مسمى أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدر ده انا قد بعيد عن اي مقارنة ومنتهية مسألة مرحلة بعدها مرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الاهلوية وبيت كل الناس. قبل ما ابدأ اتكلم مع حضراتكم عن السلة واللي حصل في السلة النهاردة وفوز النادي الاهلي بدوري المرتبط الحقيقة والبطولة الثالثة للنادي الاهلي، كل الاهلوية فخورين ان احنا عندنا او ان احنا بننتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق النادي الاهلي. اللي حضراتكم شايفينه على شاشة قناة النادي الاهلي من منافسة في الانتخابات وكل الناس موجودة على الشاشة وكل الناس بتتكلم بما تريد ان تقوله سواء كان صحيح او غير صحيح، ولكن في النهاية شاشة قناة النادي الاهلي هي للجميع للجميع، وهذا هو النادي الاهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين اي نادي اخر. لحضراتكم شايفينه ده بيجعلنا كلنا فخورين. انا الحقيقه بقالي مثلا اسبوع او 10 ايام كل الناس بتكلمني بتقول لي ان النادي الاهلي هذا هو النادي الاهلي، هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي. كل الناس اللي بتكلمني بتقول لي الكلمتين دول. اللي بيحصل الحياديه في كل شيء، هذا هو النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير باسمه، كبير بمجلس ادارته السابق والقادم، كبير بكل حاجه فيه، كبير بجمهوره العظيم. حاجه يعني انا الحقيقه من جوايا سعيد جدا 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 باللي بيحصل، لان هذا هو النادي الاهلي، وهفضل اقول هذه الكلمه لغايه نهايه الانتخابات. اللي احنا انا قلت قبل كده ان احنا مش هنتكلم في الانتخابات دائما، برنامج الاهلي ينتخب هو اللي هيتكلم، ولكن انا بتكلم بشكل عام الحقيقه على الشكل اللي بيظهر بيه هذا البرنامج والشكل اللي بيظهر بيه دائما النادي الاهلي من خلال قناته ومن خلال اللي بيحصل من عرس ديمقراطي. الحقيقه يدل على ان النادي الاهلي هو الكبير، هو الكبير في كل شيء، الكبير في كل شيء. قد ايه الواحد فخور بان هو بينتمي ولو بجزء بسيط جدا 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 لهذا النادي الكبير وهذا الاسم الكبير وهذا النادي العريق. شكرا الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي على كل اللي كانوا بيعملوه، واللي هينجح هينجح واللي هيفشل هيفشل، هنشوف ايه اللي هيحصل، دي اختيارات للجمعيه العموميه، ولكن شكرا للاتاحه للجميع والحياديه بالنسبه للجميع. فانا بشكر الحقيقه الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على كل شيء. شكرا جزيلا لحضراتكم بتعلمونا كل يوم يعني ايه النادي الاهلي، ويظل دائما النادي الاهلي كبير في كل شيء حتى في التنافس. شكرا لحضراتكم جميعا الحقيقه على هذا الشكل الرائع اللي احنا شايفينه. طيب النهارده الف مبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي، الف الف مبروك الحقيقه حصول كرة السلة أو على دوري المرتبط بعد الفوز على الاتحاد السكندري. اللي ما اتفرجش على المباراة النهاردة، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 69-67، واحدة من أفضل وأكبر وأهم المباريات اللي اتلعبت في الفترة الأخيرة. قد إيه النادي الأهلي كان رائع، قد إيه كل لعيبة النادي الأهلي كانوا رائعين، قد إيه كان في مدير فني قدر يقود الفريق في ظل بعض الغيابات اللي موجودة، ولكن وعندك فريق الحقيقة فريق الاتحاد السكندري أو بتلاعب فريق الاتحاد السكندري واحد من أفضل وأكبر الفرق في القارة الحقيقة، مش في مصر بس. واحد عنده مدير فني رائع، عنده لاعبين رائعين، عنده جمهور رائع، حاجة جميلة جدا جدا جدا. ولكن التنافس بمنتهى الشرف وبمنتهى الحيادية داخل الملعب، كل حاجة كانت حلوة النهاردة. الحمد لله ربنا كرمنا، الشباب فازوا أو المرتبط زي ما حضراتكم عارفين فازوا على مرتبط الأهلي، فازوا على مرتبط الاتحاد السكندري في المباراتين. وبالتالي لو كان ربنا كرمنا بعد ما ربنا كرمنا وفزنا بالمباراة النهائية في دوري المرتبط ما بين
الرجال الكبار يعني اللي اكبر من الشباب الصغيرين. الحقيقه كانت حاجه رائعه جدا جدا جدا. الف الف مبروك لكره السله، الف مبروك للنشاط الرياضي في النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه اللي دائما بتلاقيه في ظهر كل اللي موجودين، في ظهر كل الالعاب الرياضيه. انا هفضل اقول كده لغايه يوم 20، لان هذا المجلس هو الذي يستحق. بالمناسبه احنا ما بنجيبش حاجه من عند، لكن هو هنفضل نتكلم عن كل الانجازات اللي بتحصل. طالما بتحصل دلوقتي يبقى لازم نقول ولازم ندي الحق لكل اصحابه، لانه في النهايه عندنا مجلس اداره من 4 سنين اشتغل، وصل لغايه او هيصل ان شاء الله لغايه يوم 26، وهو اليوم المنتظر للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، تختار من تختاره وتختار من تراه مناسبا ان شاء الله للنادي الاهلي خلال ال4 سنوات القادمه. ولكن فريق محترم اتعمل، فريق جيد جدا، مدير فني على اعلى مستوى، مجموعة من المساعدين على أعلى مستوى، الحقيقة حاجة رائعة جدا. والكابتن الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة بيهنئ رجال سلة الأهلي بدوري المرتبط. حرص الحقيقة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط مساء اليوم على حساب نادي الاتحاد السكندري. أشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الأهلي وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز بالبطولة، لا سيما في مواجهة فريق محترم ويملك عناصر جيدة. وأكد الكابتن محمود الخطيب أن الفوز بدوري المرتبط يحمل لاعبي الأهلي وجهازهم الفني مسؤولية كبيرة، خاصة أن هناك تحديات عديدة تنتظر الفريق في الفترة القادمة، ولا بد من مضاعفة الجهد والتركيز للحفاظ على مسيرة الانتصارات وإسعاد أعضاء وجماهير النادي الأهلي. الحقيقة حاجة جميلة جدا، وانت قاعد بتتفرج على الماتش، اللي اتفرج على الماتش النهاردة أعصابه اتحرقت، أعصابه اتحرقت. يعني أنا قعدت اتفرجت من الدقيقة الأولى لغاية الدقيقة الأخيرة، آخر دقيقتين بصراحة طلعت بره الأوضة من كتر يعني ما الواحد كان يعني عصبي جدا في هذه المباراة. مباراة كانت حرق الدم، ولكن الأهلي فريق قوي وبيلاعب فريق قوي جدا، فريق الاتحاد السكندري الحقيقة قدرت تكسبه. بنهنئ الجميع الحقيقة، بنهنئ مجلس الإدارة وبنهنئ النشاط الرياضي. وخلينا نروح لمداخلة هاتفية للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. كابتن رؤوف ازاي حضرتك، وألف مبروك هذا هذه البطولة الثالثة الحقيقة في منذ أن تولى أوجستا المدير الفني الجديد اللي جابه النشاط الرياضي الحقيقة منذ أن جاء وحتى الآن 3 بطولات يا كابتن رؤوف. أهلا يا كابتن إسلام، وألف مبروك ولينا كلنا، ومبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك. يعني كابتن رؤوف ماتش صعب جدا الحقيقة، أنا كنت شايفك قاعد يعني ماسك نفسك مربع كده وماسك ايدك، ايه احنا كنا قاعدين هنا مش عايز اقول لك الدنيا كانت عامله ازاي، ولكن في النهايه قدر النادي الاهلي في الثواني الاخيره الحقيقه، يعني كنا 60-50 وبعدين انتهت المباراه 69-67. مباراه كانت صعبه جدا يا كابتن رؤوف. يعني يمكن حضرتك اشرت اهم نقطه في المباراه اللي هي 60-50 دي. نعم. ليه بقى؟ ما اعرفش، يعني انا ما بحبش، يعني عمري في حياتي ما اتكلمت على مواضيع تحكيم ولا الحاجات. برافو عليك يا كابتن، انا والله العظيم يا كابتن كنت هتكلم في هذه النقطه، بس قلت المكسب خلاص، لانه بعد ما حاجه معينه حصلت في الملعب لقينا التحكيم باللمس بعد كده. بالظبط، يعني الظاهر يعني الموضوع ده بقى ايه، يشمل جميع الالعاب. مش لعبه معينه بقى، الموضوع الاحتواء والحاجات دي الظاهر. ايوه. بقت ظاهره يعني. ايوه. بس الاول طبعا لازم بنحيي فريق المرتبط. فريق المرتبط هو اللي وصل للفريق الاولاني ان هو ممكن يلعب المباراه بالرغم خسارته المباراه الاولى. فريق المرتبط لم يخسر اي مباراه من اول الموسم. ماذا يعني؟ يعني ان فريق المرتبط مستقبل النادي الاهلي وكره السله في النادي الاهلي وفي مصر. ايوه. حقيقة مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، فيهم على الاقل 4 لعيبه. مستر اجوسي كان بيستعين بيهم في تدريبات الدرجه الاولى وهيديهم الفرصه قريب. فيعني اول حاجه ان احنا من يعني بنطمن جماهير النادي الاهلي على مستقبل كره السله في النادي. فبقول الف مبروك لفريق 18 سنه ومدربه الكابتن اسلام الكيلاني. نعم.
بعد كده بقى بنيجي للابطال. الحقيقه في البدايه بقول هارد لك لفريق الاتحاد الاسكندري. فريق الاتحاد الاسكندري فريق كبير وليه نجومه، معاهم كابتن مرعي مدرب قدير. فالحقيقه يعني المباريات الاهلي والاتحاد مباراه بتبقى قويه. نعم. بيحسمها تملي التوفيق وعدم التوفيق. ف بقول هارد لك لفريق الاتحاد الاسكندري. وباجي بقى لابطالنا بقول مستر اجوسي، سلسله الانتصارات زي ما حضرتك اشرت، 3 بطولات استهل بيهم الموسم، بطوله منطقه القاهره ثم البطوله العربيه واخيرا اليوم بطوله المرتبط. فبقول في الاخر هذا الفريق هو حصيله يعني جهد حوالي 3 سنوات في تجميع الكوكبه اللي هي موجوده دلوقتي اللي بتلعب. فما ننساش ابدا مجلس اداره النادي الاهلي اللي جميع الصفقات اللي طلبها المديرين الفنيين سواء السابقين او الحالي، بحيث ان احنا نوصل لتشكيل النجوم ده بالاضافه لنجوم النادي اللي هم كانوا موجودين. فاصبحت التوليفه عنصر الشباب مع عنصر الخبره. النهارده بنبص نلاقي مع عمرو مثلا 20 سنه بره، عبد الله برضه 20 سنه، في الناس متوسطه الاعمار وفي الاعمار الكبيره. يعني توليفه الحمد لله تجمع ما بين عنصر الخبره وعنصر الشباب. بياخدهم طبعا اثبت بالفعل يعني انه مدرب كفء، يعني سواء عمله السنه اللي فاتت او السنه دي داخل مصر، يعني جميع البطولات اللي لعبها كسبها. فالحمد لله يعني راجل كفء وجهازه المعاون ولاد النادي الاهلي كابتن الجرحي كابتن جرحي والتوصي بالاضافه للجهاز الاداري والطبي والكابتن طارق الغنام عملاق مصر والنادي الاهلي مدير الاداري بتاع الفريق. مش عايز انسى حد يعني، كله الجهاز الفني. فالف مبروك ليهم جميعا يعني. ألف مبروك يا كابتن رؤوف، ولكن ما هو قادم دائما بيكون أصعب داخل النادي الأهلي. البطولات هنفرح النهارده وهنتبسط وهنجيب دلوقتي الناس وهي مبسوطة وفرحانة، ولكن دائما القادم أصعب يا كابتن رؤوف. وهو ده اللي تعودناه وتعلمناه داخل النادي الأهلي. خلاص يعني البطولة خلصت بتخش جنب إخواتها، ولكن أهم حاجة نستعد على طول في أسرع وقت، خاصة يعني فوق ما تتصور حضرتك العجلة بتدور ازاي. يعني عندنا يوم 23 الكاس مصر مع الترام، يعني بعد 6 ايام من النهارده، وراه على طول نبتدي دور ال 16 بتاع الدوري بعديه ب4 ايام. نعم. يعني ما فيش فرصه حتى لالتقاط الانفاس. ف احنا تملي لا نغالي في الفرحه، لان فريق النادي الاهلي متعود على احراز البطولات. فبناشد الفريق وهم مش محتاجين هذه المناشده زي ما حضرتك اشرت. خلاص نستعد بقى بسرعه عشان قدامنا مشوار، عندنا بطوله كاس مصر، عندنا بطوله الدوري السوبر، وباذن الله يعني نعد جماهير النادي الاهلي ان احنا هننزل كل المجهود لاحراسها باذن الله ان شاء الله. لكن خليهم يفرحوا النهارده يا كابتن رؤوف، يعني النهارده ومن بكره ساعه التمرين خلاص الموضوع انتهى، بقى نبدا في حاجه جديده. لانه الحقيقه النهارده كانت فرحه، لان النهارده وانت قاعد بتتفرج كمشجع اهلاوي كلنا كنا مبسوطين يا كابتن رؤوف. الحقيقه كلنا كنا سعداء بهذا الشكل، كلنا كنا سعداء بالمباراه، كانك بتتفرج على مباراه بتتلعب بره مصر الحقيقه، في اوروبا وفي امريكا. كانت مباراه حلوه من الفريقين سواء النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري. ده في كام نقطه، 3 نقط هنا يرد عليه، 3 نقط هنا يرجع يرد عليه، 3 نقط يرجع يرد عليه، 3 نقط. كانت مباراه في منتهى الجمال الحقيقه يا كابتن رؤوف. والله فعلا عشان كده انا يعني بديت كلامي ان انا قلت هارد لك لفريق الاتحاد، فريق كبير. نعم. مباراه كانت ممتعه في كره السله. مظبوط. ففعلا يعني زي ما حضرتك قلت، يعني على قد الشده اللي كنا فيها بالزبط. كان الفرح على قد نفس الشده دي بالظبط، يعني كنا مشغولين قوي. وكل لحظه يعني الباسكت بيبقى فاضل دقيقتين والفارق مثلا 7 نقاط و10 نقاط وبتتقلب النتيجه، فلغايه اخر احنا شايفين في الاخر كان 3 جزء من الثانيه. مظبوط. يعني ساعه ما حصلت التوقف الاخير والحكام راحوا شافوا الفار ورجعوا، كان فاضل جزء يعني 3 من الثانيه. مظبوط. وبالرغم هذا يعني برضه الواحد بيبقى قاعد حاطط ايده على قلبه
لغايه ما تنتهي المباراه. طبعا من حقنا نفرح وجمهور النادي الاهلي واللعيبه والجهاز ومجلس اداره النادي والساده اعضاء النادي كلهم نفرح النهارده، وباذن الله نبتدي بكره التدريبات ونبتدي الاعداد للبطولات القادمه باذن الله. الف مبروك يا كابتن رؤوف، وان شاء الله نكلم حضرتك دايما في التهنئه خلال الفتره القادمه. بطولات دائمه بتخش بطولات النادي الاهلي او بتخش دولاب النادي الاهلي. بشكرك جدا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي والمسؤول الحقيقه عن هذه الفرحه النهارده وقبل كده الحقيقه البطولتين السابقتين في كره السله. معاه طبعا كل اللي موجودين، كتيبه كبيره جدا 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 الحقيقه. الف مبروك. ودلوقتي هيجي لنا كمان شويه في خلال الحلقه النهارده هنوري حضراتكم فرحه لعيبه النادي الاهلي وايه اللي حصل في الاستاد، ولكن لما تجي لنا اول لما تيجي اللقاءات هنزعها دايما لحضراتكم. النهارده يوم فرحه، يوم جميل، لانه كرة السلة في النادي الأهلي بدأت تعود مرة أخرى لعهدها السابق الحقيقة بالشكل الرائع اللي احنا شايفينه خلال هذه الفترة. طيب النهاردة أيضا كان في اجتماع لرابطة الأندية أو مؤتمر صحفي لرابطة الأندية للإعلان عن بعض الأمور الخاصة بأشياء كثيرة جدا. أهم هذه الأمور كانت أن كأس الرابطة إن شاء الله هتبدأ يوم 8 يناير القادم، وتم أخذ موافقة جميع الأندية على أن هتتلعب كأس الرابطة إن شاء الله بداية من يوم 8 يناير وحتى انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية وعودة اللاعبين، ونشوف بقى ساعتها إيه اللي هيحصل بعد نهاية هذه الدورة. أيضا تكلم المسؤولين في رابطة الأندية عن أن لن يكون هناك تصريحات من الحكام فيما يخص أي شيء من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية، وده شيء مهم جدا جدا جدا. أنا مرة تانية بشكر الحقيقة الأستاذ أو النائب أحمد دياب وكابتن عماد متعب وكل المسؤولين في الرابطة عن هذا الأمر، لأن موضوع الحكام هو موضوع شائك جدا، فأنا بشكرهم لتدخلهم للمرة الثالثة والرابعة والخامسة الحقيقة، علشان زي ما قلت لحضراتكم أن خلال الفترة اللي فاتت بالكامل كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة، مش عايز أكرر كل شوية الكلام ده، كل حاجة كانت حلوة وكل حاجة كانت زي الفل. يتبقى التحكيم إن شاء الله كابتن عصام عبد الفتاح يعمل على تطوير التحكيم خلال الفترة القادمة. طيب عندنا تقرير عن أهم ما حدث في هذا المؤتمر الصحفي لرابطة الأندية للإعلان عن كأس الرابطة. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا زوم مهم جدا هنتكلم فيه عن أشياء كثيرة جدا. خلينا بس نروح نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اول ما تواجدنا في الرابطه كمجموعه كان كل هدفنا ان احنا نرجع قيمه الدوري المصري لسابق عهده، ومش هقول نوصل للدورات الاوروبيه، لا نرجع للاول، بس نرجع للمكانه اللي احنا كنا فيها. والحمد لله يمكن البدايه كانت موفقه من تصوير لجدول منتظم، لان كمان الظروف ساعدتنا. مباراه الزمالك والاهلي جت، او الاهلي والزمالك جت في الاسبوع الثالث، لان الموافقات الامنيه جت الحمد لله ان يبقى في جمهور، فدي كلها عوامل الحمد لله خلت شكل الدوري بشكل جيد وساعدتنا الحمد لله ان احنا نستمر في اللي احنا بنحاول نوصله ان شاء الله. النائب احمد دياب والمجموعه كلها بذل مجهود كبير جدا الفتره الاخيره في حاجات تخصنا وحاجات ما تخصناش. يمكن ملف الحقوق الانديه او الحقوق الرعايه احنا ما كناش طرف فيها، لكن واجبنا تجاه الانديه ان احنا نحاول نوفر الانديه حقها او حقوقها يعني المتاخره، والحمد لله الحمد لله كرابطه قدرت تعمله، ان الانديه بدات تاخد اجزاء من مستحقاتها، وعلى نهايه الموسم ان شاء الله كل الانديه تكون واخده جميع مستحقاتها ان شاء الله. وزي ما احنا يعني زي ما تم الاعلان في المؤتمر، احنا اهم حاجه طبعا يبقى في دوري بيقام تحت اداره رابطه انديه محترفه، دي كان حاجه كلنا مستنيينها. الحاجه الثانيه ان الحمد لله انتظام المسابقه اللي قلناه، مواعيد من اول القرعه للتنظيم للملاعب دخول الجماهير
الجماهير، الجوده اللي حصلت، التطوير اللي حصل في البث والجوده اللي في البث التلفزيوني كلنا لاحظناها. فده بحد ذاته دي اهم المكتسبات دلوقتي. حاجه جديده اللي اعلنا عنها النهارده كمان، ده حاجه مهمه عمليه مع برزنتيشن في ان يعني اعاده جدوله الديون، وناس ابتدت تاخد دفعات اولانيه للناس اللي عليها متاخرات، الانديه اللي ليها متاخرات عند الشركه وكده. والحمد لله ان بنهايه الموسم هيبقى يعني مع نهايه العقود دي هيبقى الناس اخذت فلوسها كلها، وده في حد ذاته شكل ايجابي. طبعا احنا بنشوف في اكيد ملحوظات على حاجات كتير بنهتم بيها وبنشوفها وبندرسها، واسبوع بعد اسبوع بيبقى في تطوير ان شاء الله. هو ما يعني مش جزء يخص، احنا كلنا بنتعامل يعني كلنا يعني بنشتغل على كل الملفات. القصه بشكل واضح ان احنا بندرس، يعني زي ما قلنا في اولويات، يعني كان المسابقه، كان بدايه الدوري، كان كذا. فالمرحله الجايه هيبقى لائحه النظام الاساسي مع مراجعه بقى الحقوق التسويقيه والاستفاده القصوى من البطوله والمسابقه بشكل افضل تسويقيا، عشان يبقى المنتج في الاخر يعني يقدر ياخد حقيقه الفاليو بتاعته ان شاء الله. يعني كان اهم حاجه هي مشاكل الانديه مع الشركه الراعيه، لان في كان مشاكل متراكمه مسابقه فلوس الانديه، والانديه محتاجه الفلوس ديت. هيتعمل مجهود كبير من الرابطه، خاصه احمد بيه دياب الحقيقه كان بيقعد في اليوم الواحد من 10 ل 14 ساعه في مناقشات عشان يسوي الامور بين النادي وبين الشركه الراعيه. الحمد لله 17 نادي انتهت المشكله بتاعتهم واستلموا مستحقاتهم وتم جدول باقي المبلغ. فدي خطوه كبيره جدا طبعا عشان الانديه تقدر تواصل المسيره اللي هم بداوها، واللي احنا شايفين ان الدوري بادئ قوي جدا، فبالتالي ان الانديه محتاجه المبالغ ديات عشان اللعيبه ما بقاش في مشاكل، اللعيبه برده محتاجه مستحقاتها، الناس تقدر تتفرغ للفنيات. فده دور من ادوار الرابطه الواجب عليها ان هي بتجيب حقوق الانديه. انا يمكن دايما موعود بالمواسم الصعبه، يعني امشي وارجع على مواسم صعبه. الموسم ده في بطوله عرب 22 يوم، نرجع 7 ايام، نروح بطوله امم افريقيا 45 يوم، الدنيا صعبه جدا. شهر 3 فيه من يوم 21 29 3 مباراتين الفاصلتين اللي هيوصلنا كاس العالم ان شاء الله. شهر 6 من 1 ل 14 6 فيه اجنده دوليه. مجموع الارتباطات ديت 100 يوم. هنيجي للانديه، 4 انديه اللي بيشاركوا في البطولات الافريقيه بتاع الدوري الكونفدراليه واخدين 104 يوم. فطبعا دي امور صعبه جدا انك انت بتنسق بينها. بالاضافه بقى ان الاتحاد الافريقي لسه ما حددش السوبر الافريقي واحنا في شهر 11. الاتحاد الدولي ما حددش كاس العالم للانديه علشان نقدر نشوف مباراه الاهلي ونحط بدائل لمباراه الاهلي. كل الحاجات دي مؤخره ان احنا نطلع بقيه الجدول. فدي طبعا امور بتبقى بالنسبه لنا وانا بحط الجدول بتبقى صعبه جدا جدا. احنا وجهنا خطاب لرئيس لجنه الحكام وتبحثنا في الامر ان هو النهارده احنا على ثقه ان الحكام هتراعي المعايير واللوائح وقوانين التحكيم المطبقه في الفيفا والفير بلاي. وكمان طالبنا بأن الحكام ما يكونش ليها تصريحات بعد المباريات فيما يخص الجانب الفني، وده اللي متعامل بيه في كل دوريات العالم. وإحنا عارفين طبعا التحكيم في كل حتة بيبقى فيه أخطاء، ولكن إحنا دايما عاوزين الأخطاء دي تكون قليلة وتكون غير مضرة، والأساس بالنسبة لنا هو الفير بلاي للبطولة كلها إن شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. دلوقتي معايا حوار دولي محلي الحقيقه مع ضيف عزيز الحقيقه الهولندي مارك فوتا. الكل يعلم ان او الجمهور المصري يعرف انه كان مدير فني سابق للنادي الاسماعيلي، ولكنه صاحب مسيره كبيره في كره القدم، اشتغل مع انديه ومنتخبات كبيره وكثيره، منها من هذه الانديه فينورد الهولندي وساوثهامبتون الانجليزي، كمان اشتغل مع كل منتخبات هولندا لحد ما كان مساعدة للمدير الفني الحالي لويس فانكال في المنتخب الأول عام 2001. في البداية خليني أرحب بمارك فوتا على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير كابتن إسلام الشاطر، كله تمام؟ مساء الخير كابتن إسلام، تحدث بالعربية. مساء الخير. مساء الفل. انا عارف ان هو بيتكلم باللغه العربيه، ولكن خلينا نبدا مع لويس فانخال. وشفت ازاي نجاحه الحقيقه امبارح في اعاده منتخب هولندا لكاس العالم بعد غياب؟ اعتقد ان لويس فانخال ادى مهمه رائعه بان عاد بالمنتخب لكاس العالم. لديه خبره عريضه ولديه ثقه كبيره في فريقه الشاب، فقد اوضح لويس فانخال
هدفه منذ البداية وهو إعداد فريق كبير وألا يقع في الأخطاء الماضية، أخطاء السابقة. أعد الفريق جيدا فقد استطاع بالفوز بنتيجة 2-0، فبالتالي عاد الفريق للمسار الصحيح وصعد لكأس العالم. منتخب هولندا بالمستوى اللي احنا شفناه امبارح، هل يستطيع ان يصل لبعيد في كأس العالم ان شاء الله في 2022، ولا شايف ان هو ممكن يبقى في القريب؟ Somebody broke the line. طيب حاول مره تانية، لانه زي ما حضراتكم عارفين الاتصالات بتكون صعبه خلال هذه الفتره. زي ما قلت لحضراتكم كلام مهم جدا الحقيقه هنسمعه من لويس او من مارك فوتا الحقيقه. والنهارده زي ما قلت لحضراتكم ايضا بعد فوز النادي الاهلي في بدوري المرتبط هنوري لحضراتكم بعض اللقاءات الخاصه اللي خدتها قناه النادي الاهلي من فرحه لاعيبه النادي الاهلي، وكان نفسنا طبعا يبقى في جمهور النادي الاهلي، لانه الحقيقه خلال الفتره السابقه الكل كان على قلب رجل واحد لعوده البطولات مره اخرى لكره السله. ما تعتبروش الكلام ده ان قبل كده ما كانش فيه بطولات، احنا دايما لما بنخسر بطوله بتبقى عندنا مشكله كبيره جدا وبنبقى عايزين ناخد كل البطولات كلنا كاهلاويه يعني. فان شاء الله ان شاء الله الكل بيبذل اقصى مجهود الحقيقه، بدايه من مجلس الاداره لغايه اصغر لاعب واصغر عامل موجود في كره السله، وفي النهايه النتيجه دي بتاعت ربنا. زي ما شفتوا النهارده اللي اتفرج على مباراه كره السله النهارده ما بين الاهلي والاتحاد، الحقيقه مباراه كانت ممتعه بكل المقاييس وكان فيها شغل كبير جدا جدا، شغل بدني وفني من أوجستي ومن الكابتن أحمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، كان فيها كلام مهم جدا جدا النهاردة الحقيقة. مباراة على أعلى مستوى، مباراة تليق باسم النادي الأهلي، وقد إيه كان اللحظات الأخيرة مشدودة، قد إيه كانت لحظات أخيرة مشدودة جدا جدا، لدرجة أن فاضل 3 من 100 أو 3 من 10 أقل من ثانية يعني، ولكن في النهاية قدر النادي الأهلي أن هو يفوز على نادي الاتحاد السكندري ويفوز بهذه البطولة. ارجع لنا مارك فوتا مرة أخرى. مستر مارك، كنا بنتكلم عن منتخب هولندا يقدر يوصل لبعيد في كأس العالم 2022 ولا لا؟ حسنا، ليس من السهل أن نقول هذا، لأن هؤلاء اللاعبين شباب ليسوا معتادين على هذه الأجواء الصعبة، فبالتالي في بطولة ككأس العالم تحتاج بعض العقليات وبعض القدرات للذهاب بعيدا في كأس العالم. يوجد بعض الأمور المهمة فيجب أخذ الأمور خطوة خطوة ومباراة مباراة. طيب نرجع بقى لمصر، احنا كنا سامعين ان مارك فوتا سيعود لمصر عن طريق النادي الإسماعيلي ويكون مديرا فنيا، ايه اللي حصل في هذا الأمر؟ حسنا، كان لدي اتصالات مع مستر يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، وكنت ممتنا جدا من هذا الطلب، ولكن لا أعلم لأي سبب توقفت المفاوضات. أعتقد أن مستر يحيى الكومي أعتقد أن الفريق سيكون بحال أفضل مع الكوتش براون. تمام. طيب أنا عارف أن أنت دائما متابع جيد للدوري المصري، شفت مباراة الأهلي والزمالك إزاي وفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بخماسية مقابل 3 أهداف؟ أعتقد أنها كانت مباراة رائعة، مباراة جيدة جدا. وبالنسبة لكوتش بيتسو موسيماني استطاع قراءة المباراة بشكل جيد واستطاع الإعداد للمباراة بشكل رائع، فأعتقد أن الأهلي أدى مباراة أفضل من الزمالك بشكل كبير. أعتقد أن الجميع يتفق معي أن الأهلي كان يستحق الفوز، وخصوصا عمرو السلية والأسيست الرائع الذي قام به في المباراة.
طيب بسألك يعني، تدربت عمرو السولية قبل كده، ايه رأيك في أداء عمرو السولية مع النادي الأهلي والأسيست الرائع اللي عمله الحقيقة؟ فيها المدى الأهلي حسنا منذ عام 2010 أنا دربت عمرو السولية عندما كنت في الإسماعيلي، كان يبدأ المباريات وكان من اللاعبين الأساسيين معي، كان لاعبا كنت أعتمد على عمرو منذ أن كان شابا، هو كان لاعبا صغيرا ولكن كان مميزا، فبالتالي استحق في وقت من الأوقات أن يكون كابتن الفريق، فعمرو السولية لاعب رائع. نعم. طيب نروح لمنتخب مصر. منتخب مصر وصل إلى مرحلة البلاي أوف في تصفيات كأس العالم، إيه رأيك في منتخب مصر مع كارلوس كيروش؟ حسنا منتخب مصر يضم أفضل لاعب في العالم حاليا محمد صلاح، هو لاعب تستمتع حينما تراه يلعب، لا يهم من سيواجه منتخب مصر، ولكن الأمر يعتمد على اللاعبين، الأمر يعتمد على منتخبكم. إذا كان محمد صلاح وأحمد حجازي وهؤلاء النجوم في فورمة جيدة وفي شكل جيد، فبالتالي ربما سيكون الأمر صعب على أي فريق يواجه منتخب مصر، الأمر صعب بالفعل، ولكن منتخب مصر يستطيع أن يؤدي مباريات جيدة. طيب بما أنك ساهمت الحقيقة في تكوين الجيل الحالي لمنتخب المغرب من خلال عملك كمدرب للمنتخب الأولمبي المغربي وقبلها منتخب الشباب، شايف فرص مصر لو واجهت المغرب أو أي فريق من شمال أفريقيا تكون إزاي؟ حسنا المغرب لديها فريق قومي كبير، أنا كنت سعيد جدا أني دربت وعملت مع فريق الشباب في لمنتخب المغرب، سين المزراوي، حكيم زياش، فبالتالي وخصوصا الجودة العالية التي يتمتع بها حكيم زياش، لديهم فريق كبير رائع، وأعتقد ولكن أعتقد أن فريق المصري بما لديه من إمكانيات كمحمد صلاح فالأمر يعتبر متشابه بالنسبة للفريقين، أعتقد أنهم لديهم فرص كبيرة للصعود لكأس العالم خصوصا مصر. طيب النهاردة أيضا سمعنا عن أن محمد النني الأرسنال يعني قد يكون في طريقه لفسخ التعاقد مع محمد النني خلال الفترة اللي جاية، تنصح النني بأن هو يروح الدوري التركي الهولندي، تنصح النني بإيه؟ أعتقد أنه يجب أن يذهب إلى نادي يشارك في دوري أبطال أوروبا، في نادي في مستوى كبير، أعتقد أن اختياره النادي يتوقف على المدير الفني الذي يدرب هذا النادي، ويجب أن يكون المدير الفني سعيدا معه، وأعتقد أن محمد النني لاعب جيد جدا، ولكن يجب عليه أن يتحمل مسؤولية أكبر، ويجب أن يلعب إلى الأمام بشكل أكبر. بالنسبة لمحمد النني لديه الآن 6 أشهر ليرى النادي المناسب له في الفترة القادمة قبل كأس العالم إن شاء الله. تريزيجيه وإصابته طويلة جدا مع أستون فيلا، إصابته بالرباط الصليبي وعودة تريزيجيه، هل تعتقد أن تريزيجيه سيكون مؤثر مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة القادمة، ولا برضه من الممكن أن ينتقل إلى نادي آخر؟ أعتقد أن الأمر يعتمد على حالته البدنية. في وقت ما يستطيع اللاعب أن يكون في حالة جيدة، لكن إذا عاد ولم يكن جاهزا فبالتالي الأمر سيكون صعب. فالأمر يتوقف على مستواه وعلى مدى جاهزيته. فأعتقد اللاعب يجب أن يكون دائما في حالة بدنية رائعة للعودة لمستواه. طيب لو لعبت النادي الأهلي قدامك كلهم، لو تقدر ترشح حد من لعبت النادي الأهلي للاحتراف في أوروبا، لو تقدر تقول لي اسم أو اسمين من الممكن أن يكونوا قريبين من الاحتراف في أوروبا، تقول لي مين؟ أعتقد أن صانع الألعاب بالنسبة للأهلي أفشة، مجدي أفشة،
للاعب رقم 19 محمد مجدي أفشة، أعتقد أنه جاهز تماماً للعب في أوروبا. وأعتقد أيضاً عمرو السلاية لاعب رائع ويستطيع أن يؤدي بشكل جيد في الدوريات الأوروبية. وأيضاً محمد شريف الهداف، هو مهاجم الأهلي. محمد شريف يؤدي كرة قدم رائعة ويحرز العديد من الأهداف، ولكن أعتقد أن ما حققه محمد صلاح في أوروبا يجب أن تكون محظوظا لتؤدي بشكل كبير وتلفت الانتباه كما فعل محمد صلاح. فبالتالي اللاعبين المصريين يجب أن يتحلوا بالثقة التي يتحلى بها محمد صلاح في أوروبا. طيب، حضرتك كنت في وقت سابق مدير فني للاتحاد الاسكتلندي ووضعت خطة لكرة القدم الاسكتلندية، عايزينك تشرح لنا ايه اهم الاختصاصات او ايه هي اختصاصاتك في هذا المنصب؟ حسن، انا كنت مسؤول عن كل قطاعات الشباب في الاتحاد، وكنت مسؤول عن اعداد برنامج لكل اكاديميات كرة القدم بمختلف الاعمار. وبعد 8 سنوات كان من المخطط للفريق لهذه فرق الشباب ان تكون هي من تقود الفريق الاول للمنتخب، وكنت سعيد جدا ان استطعت ان انتج للاتحاد الاسكتلندي والكره الاسكتلنديه هذا الجيل الرائع. فاعتقد ان الاولاد كانوا يسيرون على البرنامج بشكل جيد جدا وادوا بشكل رائع. تمام، انت في السعوديه، انا عارف ان انت في السعوديه، هل عندك عروض هناك ولا يعني ولو عرض عليك ان انت ترجع مصر هترجع مره اخرى؟ حسنا، انا دعيت لنادي في السعوديه ان اخطط لاكاديميه، ان اقود اكاديميه النادي، وكذلك بعد ذلك الفريق الاول. فبالتالي ولكن انا حزين طبعا اني لن استطيع العوده لمصر في الوقت الحالي. كان لدي فرصه العوده لاسماعيلي ولكن لم يتم الامر. أردت أن أساعد الإسماعيلي أن يعود مرة أخرى للقمة، وأن ليس من الجيد أن ترى الإسماعيلي في هذا المستوى المتدني في الفترة الحالية، ولكن إن شاء الله أنا أستطيع أن أفكر جيدا في الفترة الحالية في مستقبلي. أنا بشكرك جدا مارك فوتا على وجودك معنا، وأسفين إن احنا سهرناك، ولكن كنا عايزين نسمعك برضو وناخد رأيك في كل هذه الأمور. مارك فوتا المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي والمدير الفني أو المدرب العام السابق لمنتخب هولندا، أنا بشكره شكرا جزيلا على تواجده معنا. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نتكلم عن أهم أخبار النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخبارنا بقى اخبار البيت الكبير، اخبار النادي الاهلي. النهارده 30 دقيقه في الجيم قبل انطلاق تدريبات النادي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. خاض لاعبه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي جانبا من التدريبات البدنيه المكثفه في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي اقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا. أنا آسف جدا وأنا بتكلم مع حضراتكم كده، بس لفت نظري الحقيقة المنظر اللي ورا. هات لي لو تقدر ترجع لي اللحظة كده سمير للصورة اللي فاتت زي ما حضراتكم شايفين. أيوة، بس لو سمحت لو تقدر تقف هنا الحتة اللي ورا دي كلها. الحقيقة طبعا زي ما حضراتكم عارفين دي كان المكان اللي فيه الاستاد أو المدرج القديم. تهد اللي يعدي في النادي دلوقتي يشوف قد إيه الحتة دي بقت واسعة وجميلة جدا جدا جدا، واعتقد ان هي سيقام عليها خلال الفتره المقبله حاجات، يعني اعتقد ان الكابتن خطيب والمجلس الاداره هيبتدوا يعلنوا عنها خلال الفتره اللي جايه. الحته اللي ورا دي اللي يمشي فيها دلوقتي حته جميله جدا جدا جدا، كانت مقفوله كده عشان لغايه لما الهدى دي يتشال والحاجات دي تتشال. الحاجات دي كلها لما اتشالت اصبحت المكان ده كل ده هيبقى امام الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 26 نوفمبر للنزول والادلاء باصوات الجمعيه العموميه. بس انا لفت نظري المنظر ده للناس او للاعضاء اللي بقى لهم كتير ما بيروحوش مقر النادي الاهلي في الجزيره. الحته دي بقت قويه جدا 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 وواسعه جدا جدا، هتلاقوا تباعد وهتلاقوا كل حاجه ان شاء الله عشان يوم 26 نوفمبر ان شاء الله، يوم
الكل ينتظر الحقيقه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لان دايما الجمعيه العموميه للنادي الاهلي جمعيه مختلفه ولها الحق في اختيار من تراه مناسبا خلال الفتره القادمه. نرجع مره اخرى لتمرين النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين دائما بيكون بيتسو موسيماني حريص الحقيقه على الاجتماع مع اللاعبين ومع الجهاز الفني والاداري علشان يبتدوا يشوفوا هيعملوا ايه بقى في التمرين خلال الفتره القادمه. كابيلو مدرب احمال الفريق قاد تدريبات بدنيه متنوعه لمده 30 دقيقه، وكالعاده محاضره فنيه حرص عليها بيتسو موسيماني. ايضا تدريبات بدنيه واستشفائيه للاعبين الدوليين. انتظم لاعبو الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الدوليين في تدريبات الفريق اليوم، وذلك استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز. وادى اللاعبون الدوليون جانبا من التدريبات الجماعيه، ايوه هي دي، هي الجزء ده الحقيقه اللي دايما هتلاقيه لكل اعضاء الجمعيه العموميه. انا بس كل شويه بكرر لان الحته دي بقت واسعه جدا جدا جدا، وان شاء الله يوم 26 هتلاقوا تباعد وهتلاقوا كل حاجه موجوده في المكان اللي حضراتكم دايما بتحبوه لكل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. لاعبون، معلش انا بروح وبرجع كل شويه، ولكن لازم نؤكد على قد ايه الاجراءات اللي بيتم اتخاذها، الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم اتخاذها للحفاظ على كل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. عايزين كل الناس تنزل، لو نقدر ننزل 20-30 الف ان شاء الله يوم 26 تبقى حاجه جميله جدا جدا خلال الفتره القادمه. أدى اللاعبون الدوليون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم لتخفيف الأحمال البدنية وتجنبا للإرهاق، وطبعا انتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب. كابتن سيد عبد الحفيظ بيكشف تفاصيل معسكر الأهلي بالإمارات، وإن شاء الله يكون في مطلع الشهر المقبل، هيبدأ يوم يا 7 يا 8 ديسمبر، وقال إن هو هيمتد من 10 إلى 15 يوم وتتخلله مباراتين أو ثلاث وديات، وجاري تحديد أطراف هذه المباريات. أيضا تدريبات منفردة لبيرسيتاو واليوديانج اللي كان عندهم مباراتين مهمين مع منتخبات بلادهم ورجعوا بالسلامة، وبالتالي تدريبات منفردة لهذا الثنائي. ايضا محمد شريف يقتحم قائمه افضل 50 لاعب. محمد شريف يقتحم قائمه افضل 50 لاعب في استفتاء عالمي. ياتي ذلك في الوقت الذي احتل فيه الاسطوره المصريه محمد صلاح الترتيب الرابع في هذا الاستفتاء، خلفا للثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز الثالث. وعلق الموقع على تواجد محمد شريف في القائمة بأنه نجح في التسجيل بمرمى الترجي التونسي في الدور قبل النهائي ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى تسجيله في مرمى كايزر تشيفز في الجنوب إفريقي في المباراة النهائية بالمسابقة القارية. الأهلي أيضا بيفوز اليوم. هنكمل بقية أخبارنا وكل أخبار النادي الأهلي، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن توقعات الجمهور للمباراة القادمة. النادي الأهلي سيلاقي إن شاء الله نادي المقاولين العرب يوم الجمعة القادم، من يستطيع أن يفوز في هذه المباراة؟ طبعا كلنا عايزين النادي الأهلي يفوز، ولكن نشوف رأي جمهور النادي الأهلي عن هذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 وقفشه ومحمد شريف هيجيب الجول. الاهلي ان شاء الله هيكسب 3-1. 3-1 ان شاء الله، وقفشه اللي هيجيب ان شاء الله. الاهلي طبعا لان عنده افضل لاعبيه، يعني 6-6 باذن الله او 5 باذن الله. انا اتوقع الاهلي باذن الله. وان شاء الله 3-0 للاهلي، والاجوان محمد شريف وبيرسيتاو، وتوقع كهرباء يعني ما بين الشوطين. 2-0 وبيرسيتاو وحسين الشحات ان شاء الله. ان شاء الله 4-0 للاهلي، واثنين مجدي قفشه، واحد محمد شريف، وقالوا ديانج واحد. هو هيبقى ماتش صعب شويه، كابتن عماد النحاس هيبقى عارف الخطه بتاعت الاهلي وبيقفل كده، بس ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 محمد شريف وقفشه. ان شاء الله 3-0 للاهلي، محمد شريف وقفشه وقالوا ديانج. ان شاء الله الاهلي يكسب بامر الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 قفشه وديانج. باذن الله الاهلي هيكسب يعني، ان شاء الله ممكن يكسب 3-0 كمان او 4.
طيب نتمنى طبعا النادي الاهلي يفوز في المباراه القادمه ان شاء الله امام المقاولون العرب، ثلاث مباريات ان شاء الله في ظرف اسبوع، ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان هو يحصد 9 نقاط، على ال9 نقاط نبقى 18 نقطه ونتصدر الدوري من بدايته ان شاء الله. الاهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطوله الجمهوريه لناشئي تنس الطاوله، وتوج فريق تنس الطاوله بنادي الاهلي 17 سنه ببطولة الجمهورية للناشئين بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 بمنافسات البطولة والتي أقيمت بالإسماعيلية. الأهلي كان قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على إمبي 3-1 بقبل النهائي، وتأهل الزمالك للنهائي بالتغلب على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 بنصف النهائي. طيب، 3 مدربين جدد في الدوري قبل انطلاق الجولة الرابعة غدا. تعود منافسات مسابقة الدوري الممتاز مجددا بداية من غدا بعد توقف المباريات بسبب فترة التوقف الدولي. تشهد الجولة الرابعة ظهور 3 مدربين جدد، حيث تم تغيير 3 أجهزة فنية بسبب سوء النتائج، حيث رحل كابتن طلعت يوسف المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، وتم التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان براون، وتم تعيين كابتن علاء عبد العال مديرا فنيا لفريق إيسترن كامبري خلفا لعلاء كابتن علاء نوح، واخيرا تولى احمد عبد العزيز القياده الفنيه لفريق طلائع الجيش بعد استقاله كابتن عبد الحميد بسيوني. بكره ان شاء الله 4 مباريات في اطار منافسات الجوله الرابعه من الدوري. فاركو سيلاقي نادي مصر المقصه، وإيسترن كامبري سيلاقي فريق فيوتشر، والاتحاد السكندري مع الجونة، وسيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي. وتستكمل بقية مباريات الجولة بعد غدا، حيث يلعب المصري مع بيراميدز، وطلائع الجيش مع غزل المحلة، والإسماعيلي مع الزمالك، وإمبي مع سموحة، والأهلي مع المقاولون العرب. 3 أندية فشلت حتى الآن في حصد أي نقاط في مسابقة الدوري العام. نادي الإسماعيلي يتذيل ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط، زي ما قلنا طبعا كلنا على فكرة، كل الأهلاوية بيبقوا زعلانين على النادي الإسماعيلي، لأنه الحقيقة نادي الإسماعيلي يمثل جزء كبير جدا جدا من تاريخ كرة القدم المصرية. إن شاء الله إن شاء الله النادي الإسماعيلي يعود خلال الفترة القادمة. بعد ما تذيل الإسماعيلي ترتيب المسابقة، وكذلك إيسترن كامبني وفاركو لم يفوزوا بأي نقاط. احتل 5 لاعبين قائمة هدافي الدوري بعدد 3 أهداف لكل منهم، علي معلول من الأهلي، وأحمد زيد زيزو من الزمالك، وأحمد هلال من البنك الأهلي، ومروان حمدي من سموحة، ومابولولو من الاتحاد السكندري. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم النهارده، وزي ما شفنا المؤتمر الصحفي او جزء من المؤتمر الصحفي لرابطه الانديه، الحقيقه عاملين شغل رائع جدا يستحقوا عليه كل التحيه، لانه خلال الفتره السابقه الحقيقه كان الدنيا فيها. لكن موضوع الحكام ده اللي احنا لسه عايزين نتكلم فيه شويه، نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. بقى لنا اسبوع او 10 ايام بنتكلم عن الكلام اللي كان بيتقال في بعض البرامج من الكابتن محمد عادل، ولكن في النهايه النهارده النائب احمد دياب قال 18 لون وهدف واحد. احتفل الحساب الرسمي لرابطه الانديه بعوده مسابقه الدوري من جديد بعد توقف 12 يوم بسبب التوقفات الدولية، ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية 18 لون هدف واحد. نعود لنستكمل مباريات الدوري. 28 نوفمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم لاعتماد اللائحة. نتمنى بقى أن الموضوع ده ينتهي. ورئيس رابطة الأندية قال لجنة، ده مهم جدا التصريح ده، لجنة الحكام تتبع الجبلية والعمل بالهيكل الأساسي بداية من الموسم المقبل. طب والموسم ده سيادة النائب هنعمل ايه؟ يعني الموسم ده الحقيقة في 3 مباريات هناك بعض الأخطاء، ولكن الحقيقة كنا دايما بنتكلم عن ان التحكيم هنقف معاه وهنعمل معاه، ولكن الحقيقة يطلع الكابتن محمد عادل ويتكلم فيه كلام
يعني غير منطقي، خليني اقولها ان هو كلام غير منطقي، مش هقدر اقول اكتر من كده، ان هو يقول الاحتواء ونظريه الاحتواء، وانتشرت بقى نظريه الاحتواء منذ كلام الكابتن محمد عادل عن هذا الامر لغايه الان، وكابتن عصام يطلع بعديه كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام يبرر كلام الكابتن محمد عادل. ولكن لما اتقال امبارح شكرنا الكابتن عصام وقلنا له يا كابتن عصام شكرا على ان انت قلت للناس يوقفوا بقى تصريحات ويوقفوا كلام، ارجو ان حضرتك كمان توقف تصريحات، لانه التحكيم المصري يحتاج للتطوير، التحكيم المصري للمره المليون يحتاج للتطوير، عندنا حكام كويسين يعني كشخصيات كويسه جدا، نتمنى بقى ان هم يقدروا يواكبوا اللي بيحصل في العالم كله، يشوفوا العالم كله ماشي ازاي، اتفرج على مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد 5-0 ليفربول والحكم بيطرد بول بوجبا عادي، عادي ما عندوش مشكله، طالما القانون بيقول ان هو يتم طرده فبنطرده. عايزين تطوير للتحكيم خلال الفترة اللي جاية، الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا جدا جدا، رابطة الأندية عاملين شغل كويس ومنظمين جدا وعاملين مؤتمر وصرحوا الناس عن السلبيات اللي في الفترة اللي فاتت والإيجابيات اللي حصلت وبيتكلموا في التطوير اللي جاي والأمور هتمشي ازاي الفترة اللي جاية، ده اسمه شغل. فأنا محتاج شغل كمان من لجنة الحكام، نعرف ايه اللي بيعمله لجنة التحكيم وتشكيل لجنة الحكام برضه، عايزين نعرفه يا كابتن عصام. أتمنى كل يوم بنقولها نتمنى إن احنا نقولها على فكرة، أتمنى كده إن أنت تطلع يوم وتفاجئنا وتقول لنا احنا كوننا لجنة الحكام أو هي متكونة من فترة، زي ما يعني المسجز أو الرسائل اللي احنا بنبعتها دايما بتوصل وبتاخدوا بيها، من فضل حضراتكم أعلنوا لنا التشكيل بس علشان ندي لكل واحد حقه. مين اللي موجود دلوقتي وحضرتك في تونس؟ عايزين نعرف. النهارده بطولة شمال افريقيا خلصت، المفروض ان شاء الله حضرتك تيجي وتبدا بقى في تطوير التحكيم والعمل مع الحكام خلال الفترة اللي جاية، لو كان في حد بيشتغل خلال الفترة اللي فاتت ارجو ان هو يطلع يقول لنا علشان نقول وندي له حقه ان هو كان بيشتغل خلال الفترة اللي فاتت، كل ما نريده هو ان يكون هناك تطوير في كل شيء، تطوير في كل الجوانب، تطوير في التحكيم، ان شاء الله الجمهور النهارده كابتن عماد متعب نائب رئيس الرابطة وهو بيتكلم عن ان الجمهور عدده سيزيد خلال الفتره اللي جايه، هيزيد ازاي؟ بالالتزام، بالالتزام زي ما شفنا كده مباراه الاهلي والزمالك، الاهلاويه بيشجعوا النادي الاهلي والزملكاويه بيشجعوا نادي الزمالك، ما حدش له علاقه، طبعا المناوشات اللطيفه الجميله اللي بتحصل دي طبيعيه جدا، الحاجات اللطيفه اللي كنا بنسمعها ايام ما احنا كنا بنلعب في 2002 و2003 و2004 و5 و6 والكلام ده كله، كان في مناوشات لطيفه، حاجات حلوه، تسمع من هنا أغنية وتسمع من هنا أغنية وتسمع، هو ده الكلام اللي احنا عايزينه، عايزين الجمهور يعود مرة أخرى حب ناديك وشجع ناديك زي ما جمهور الأهلي بيعمل دايما، جمهور الأهلي كده بالمناسبة مثال للانضباط والالتزام والتشجيع الإيجابي اللي بيحصل، تشجيع إيجابي، فرقتي مغلوبة بفضل في ظهرها عشان أخليهم يرجعوا يكسبوا، ماليش دعوة بأي حاجة بيعملها المنافس، هو ده جمهور النادي الأهلي وبنتعلم كده من جمهور النادي الأهلي، فان شاء الله ان شاء الله جمهور لازم يرجع وان شاء الله يرجع، لانه احنا عندنا اللي بيحب بلده عايز يبقى ان شاء الله في شهر مارس القادم والمباراه الفاصله ان شاء الله 70 و80 و100 ألف يكونوا موجودين في الاستاد عشان الفريق المنتخب قصدي اللي هنلعبه يكون عنده شايف جمهور حواليه يقدر يؤثر عليه بشكل سلبي ويبقى على منتخب مصر من الناحية الإيجابية، فنرجو الالتزام خلال الفترة اللي جاية، الكل ينظر لجمهور النادي الأهلي ويلتزم زي ما جمهور النادي الأهلي ما بيكون ملتزم. كابتن عامر حسين النهاردة قال الاشتراك في كأس الرابطة إجباري، ده اللي كنا بنتكلم عليه في بداية اللقاء، اتحاد كرة القدم عن الحراسة الخاصة للمنتخب الوطني قال بقرار من الجبلاية لحماية اللاعبين من كورونا، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا عبر صفحته الرسمية على تويتر بشأن الحراسة الخاصة لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني، جاء نصه كالآتي: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ أحمد مجاهد أن الحراسة الخاصة للاعبي المنتخب من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من اللاعبين، يعني هو بيقولوا ان محمد مش محمد صلاح هو اللي طالب، ولكن ده طلب او الاتحاد المصري هو اللي حط الحراسه على المنتخب بالكامل وعلى محمد صلاح تحديدا لانه هو احد اهم اللاعبين في العالم وخايفين على الكورونا، ويعني الحقيقه كان موضوع طويل قوي.
محمد صلاح ايضا بيتصدر المرشحين لجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم، يستحق الحقيقه، عامل شغل رائع. عنده بالمناسبه مباراه مهمه جدا يوم السبت مع ارسنال الساعه 5:30، ان شاء الله محمد ربنا يكرمه ويجيب جون واثنين وثلاثه ويكسب ليفربول ويعود للانتصارات مره اخرى. ومعظم الصحافه الحقيقه كانت بتتكلم عن محمد صلاح، وفقا لشبكه سكواكا العالميه المتخصصه في ارقام واحصائيات اللاعبين حول العالم، في اوضحت الشبكه ان بمنتهى البساطه صلاح بيخطف الانفاس حتى الان في هذا الموسم بعد 11 مباراه لعبها. سجل مهاجم ليفربول بالفعل 10 اهداف باسمه، ثلاثه اهداف اكثر من اي لاعب اخر في الدوري. ذا سن بيقول أرسنال يسمح للنني بالرحيل مجانا في يناير إلى جالاتا سراي. أشارت تقارير إنجليزية إلى قرب انتهاء علاقة اللاعب المصري محمد النني مع نادي الإنجليزي أرسنال بعد أسابيع قليلة مع فتح سوق الانتقالات الشتوي. صحيفة ذا سن كشف عن اقتراب رحيل النني من أرسنال من أجل الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي التركي. نتمنى له يا رب كل التوفيق. محمد النني واحد من أهم وأفضل اللاعبين الحقيقة في مصر خلال الفترة الأخيرة، بيلعب في نادي كبير نادي الأرسنال، ولكن هل حانت النهاية وهل بالفعل محمد النني سيذهب إلى جالاتا سراي؟ أتمنى له الحقيقة، لأنه بقاله فترة طويلة موجود في أرسنال ومن الواضح أنه ما بيلعبش دايما، وده بيأثر عليه بشكل سلبي. لما يروح جالاتا سراي ويلعب إن شاء الله يلعب في أندية أكبر خلال الفترة اللي بعدها. مهندس محسن صلاح رئيسا لنادي المقاولون العرب. المستشار محمد صلاح أحمد أعلن فوز قائمة المرشحين لمجلس إدارة نادي المقاولين العرب 2021-2025 بالأغلبية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني وهو حضور 1000 عضو ممن لهم حق التصويت، وبحضور وكيل الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حيث ضمت قائمة مجلس الإدارة الجديدة المهندس محسن صلاح لرئاسة مجلس الإدارة، والأستاذ حسام الدين إمام نائبا للرئيس، والدكتور محمد أنسي البشوتي أمينا للصندوق، والمهندس محمد عادل فتحي، والمهندس أحمد العصار، وموسى علي موسى، والمهندس طارق خضر، والمهندسة دينا محمد عادل، وعبد الرحمن سعيد أعضاء مجلس الإدارة فوق السن، والمهندس كريم رأفت منير، والمهندس عمر عبد العزيز أعضاء تحت السن. الثقافة الرياضية تكرم رموز الرياضة والفن والإدارة والإعلام في اليوم العالمي للتسامح. طيب، الحقيقة الخبر ده بالنسبة لي هو خبر مهم جدا. امبارح لكل اللي بيحبوا السهر وبيتفرجوا على برنامجنا وبعد كده بيسهروا كمان، امبارح كانت في كلاسيكو أمريكا الجنوبية ما بين البرازيل والأرجنتين. البرازيل والارجنتين الحقيقه، او الارجنتين والبرازيل اللي كان بيلعب في الارجنتين، مباراه كانت مهمه جدا وصعبه جدا. والحكم اللي امام حضراتكم ده، الخبر اللي بيقول مش اسلام، ها الخبر اللي بيقول الماتش كان امتى؟ الماتش كان امبارح الساعه، خلص الساعه 3، يعني كان الساعه 1:30 بالليل. فيعني الماتش بدا 1:30 بالليل بتوقيتنا هنا، خلص الساعة 3:30. بصوا حضراتكم الخبر اللي جاي ده. إيقاف حكم كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم. كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن اتحاد أمريكا الجنوبية قرر إيقاف حكم مواجهة الكلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل التي أقيمت فجر اليوم وانتهت بالتعادل السلبي في قمة مباريات الجولة 14 من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. ووفقا لصحيفة أولي الأرجنتينية، فإن لجنة الحكام في اتحاد أمريكا الجنوبية قررت إيقاف الأرجواياني أندرياس كونا وحكم تقنية الفار أو أوستوجيتش لأجل غير مسمى بسبب عدم أداء الثنائي خلال اللقاء الكلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل، خاصة في واقعة عدم طرد نيكولاس أوتاميندي مدافع منتخب التانجو بعد ضربه مهاجم السامبا البرازيلي رافينيا. اللي اتفرج على المباراة الحقيقة امبارح يعني
المباراة ما كانتش على المستوى الكويس، مش هو ده الأرجنتين ولا هو ده البرازيل اللي احنا عارفينه، مش هو ده منتخب الأرجنتين ولا هو ده منتخب البرازيل اللي احنا عارفينهم، لكن في النهاية الحقيقة الأرجنتين بيلعب البرازيل. كلنا قعدنا اتفرجنا، الواحد روح قعد قدام التلفزيون اتفرج لغاية الساعة 3:30، ولكن كلاسيكو العالم معروف ان الأرجنتين والبرازيل ده كلاسيكو العالم. فتخيل حضرتك الماتش خلص الساعة 3:30 الصبح، الخبر ده بقاله كام ساعة نزل؟ قولوا لي يا شباب الخبر ده بقاله كام ساعة نزل؟ الخبر ده مثلا بقاله 5-6 ساعات نزل. 6 ساعات. يعني يا دوبك الناس بعد الماتش على طول قامت قايلة ان الحكم ده هيتم وقفه لأنه لم ما اداش لأوتاميندي طرد في واقعة ضرب هو رافينيا بالكوع وهو بيحجز على الكرة ضربه بالكوع، وإن حكم الفيديو كمان هيتوقف علشان ما استدعاهوش. يعني حضراتكم سامعين شايفين الخبر امبارح بالليل الساعة 3:30، تاني يوم الصبح الناس وقفت الحكم وأعلنوها في كل حتة. ليه؟ لأن الحكم أخطأ. الحكم أخطأ ومساعد الحكم اللي هو في تقنية الفار أخطأ برضه. احنا عندنا هنا هدف بيخش بعيد عن خط المرمى بياردة ويقول لك ما مشيها، ما روحش انا للفار، ما روحش للفار ده السنه اللي فاتت يعني فار ايه اللي انا اروح اشوفه؟ لا الكره ما دخلتش جول، الكره ما دخلتش جول، والماتش اللي بعده بيلعب واللي بعده بيلعب عادي 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 عادي. انا بتكلم على السنه عفوا، انا بتكلم على السنه اللي فاتت يعني. نتمنى ان ده ما يحصلش. كل ده بقوله ليه؟ لان انا مش عايز السنه دي ده يحصل تاني. مش عايز السنه دي النادي الاهلي، يعني احنا كسبانين مباراه 4-1، كانت النتيجه 4-1 ولا 4-5-1، بتحصل امور جوه الملعب تخلي النتيجه وعنف شديد على لعيبه النادي الاهلي. البعض اختلف على الكره بتاعه زيزو ان هو خبط في قفشه، كابتن ناصر عباس قال ان هي ما ياخدش كارت احمر، ولكن الكل اتفق على ان المسلوسي ياخد كارت احمر في مباراه الاهلي والزمالك الاخيره يعني تحديدا. وبالتالي يعني ما حرام، بدل ما اكسب 5 عايز اكسب 6 وعايز اكسب 7، ايه المشكله؟ ده مثل هذه المباريات بتوضع في التاريخ. لكن نظريه الاحتواء بقى اللي ظهرت لنا بعد المباراه بثلاث اربع ايام خلتنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي، مش عارف الحقيقه. التحكيم المصري يحتاج الى التطوير، انا جبت الخبر ده تحديدا عشان حضراتكم تسمعوا وتشوفوا. يعني العلاقه الموضوع ملوش اي علاقه بالنتيجه، ما برشلونه كان مغلوب 8 كان مغلوب 8، ولو كان اي في قرار تحكيمي وطالما القانون بيقول ان هو اطرد احسب ركله جزاء احسب ركله جزاء. شوفوا نتائج تصفيات كاس العالم في اوروبا، المنتخب الانجليزي كسب مش عارف 8 ولا 10 بدون اي احتواء، والمانيا بتكسب 9 ومفيش احتواء برضه. ما شفناش احنا الكلام ده الحقيقه، يعني نظريه جديده كانت علينا. اخطا الحقيقه الكابتن محمد عادل ان هو يطلع ويتكلم بهذا الشكل وبهذا الكلام، لانه حتى لو بحسن نيه هي كلمه تثير الجدل. حضراتكم عايزين يعني عايزين الدنيا تمشي في هدوء وكل واحد ياخد حقه، احنا عارفين ان مفيش 100% مفيش حد معصوم من الخطا، ولكن الاخطاء المحتمله يا جماعه، الاخطاء اللي مش كل مره بنفس الشكل وبنفس الاسلوب والفرقه اللي لابسه احمر بس هي اللي بتغلطوا معاها. من فضل حضراتكم الفتره القادمه تحتاج الى كثير من التركيز. كابتن عصام الحمد لله هيرجع بالسلامه النهارده ولا بكره، كان موجود في شمال افريقيا في بطولة شمال افريقيا، فان شاء الله يرجع بالسلامة بتاعت منتخبات الشباب، وكان رئيس لانه كان رئيس بعثة منتخبنا الوطني للشباب. معرفش هل ده قانونا مسموح ان رئيس لجنة الحكام، دي حاجة تانية بره اللي انا بتكلم فيه، لكن هل مسموح ان رئيس لجنة الحكام يطلع رئيسا لبعثة منتخب؟ معرفش، ما عنديش فكرة. فكابتن عصام ان شاء الله يرجع بالسلامة، وان شاء الله راجع النهارده او رجع وهيرجع بكره ان شاء الله، نشوف بقى كابتن عصام. ارجو ان يكون هناك تطوير واضح وملموس على الحكام خلال الفتره الجايه، ده اللي نتمناه يا كابتن عصام، لاننا كلنا ثقه فيك. كل شويه هقول لحضرتك هذا الكلام، كل شويه هقول لحضرتك هذا الكلام، ما عنديش اي مشكله شخصيه مع حضرتك، انا كل اللي عايزه ان انا اشوف الدوري المصري ابقى قاعد مبسوط.
تخيل حضرتك ان من زمان جدا، من زمان جدا لما كان الدوري او الفتره الدوليه او الاجنده الدوليه تشتغل كانت الناس بتبقى زعلانه جدا، بس مش زعلانه على الدوري المصري. زمان كانت الناس بتبقى زعلانه على الدوري الانجليزي انها ما بتتفرجش عليه، والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الهولندي. تخيل حضرتك ان انا في ناس كتيره جدا بتكلمني بتقول لي احنا بنبقى مبسوطين واحنا بنتفرج على، بتكلم على اول 3 اسابيع من هذا الموسم، الناس كلها مبسوطه وهي قاعده بتتفرج مباراه المحله وامبي. ناس كتيره جدا كانت مبسوطه بالمحله وامبي، ماتش حلو جدا. الاتحاد وسموحه في اول اسبوع 4-4، ايستن كامبني والمحله 3-2. فالحقيقه في مباريات كتيره جدا دلوقتي غير الاول، الاهلاويه بيتفرجوا على الاهلي وغير الاهلاويه بيتفرجوا على الفريق اللي بيشجعه، ولكن دلوقتي لا، الاهلاويه كتيره بيقعدوا يتفرجوا على مباريات الدوري، والكل ينتظر ايه اللي هيحصل بكره في الاربع مباريات اللي هتتلعب، وبعد بكره مباراه الاهلي والمقاولين العرب، مباراه الزمالك والاسماعيلي، ديربي كبير، هنشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. مدير فني جديد للنادي الاسماعيلي هيعمل ايه مع كارتيرون اللي لسه مغلوب من النادي الاهلي 5، وايه اللي هيحصل. وعايزين نادي الزمالك عايز يثبت ان هو عايز يكمل في طريقه، الاسماعيلي نفس الكلام، عايز المهندس يحيى الكومي الرئيس الجديد للنادي الاسماعيلي عايز يقول ان احنا احدثنا تغيير وجبنا مدير فني كويس. فهنبتدي نشوف بقى كابتن علاء عبد العال مع ايستن كامباني عايز يقول، كان ماسك القناه في الدرجه الثانيه وبعدين راح رجع لمسك في الدوري الممتاز، وبالتالي لا، هنبتدي نشوف كابتن احمد عبد العزيز بعد استقاله كابتن عبد الحميد بسيوني بعد في مباراه طلائع الجيش او في فريق طلائع الجيش، فبالتالي هنشوف افكار مختلفه. معروف الكابتن علاء عبد العال بيلعب ازاي، لكن اخوان المدرب المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي محدش عارف ده هيلعب ازاي. كلنا بننتظر النادي الاسماعيلي، بالمناسبه كلنا بننتظر النادي الاسماعيلي ان يعود، كلنا عايزين النادي الاسماعيلي يعود، وعايزين النادي الاسماعيلي، تخيل حضرتك لاول مره من فتره طويله، انا ما اعرفش من قد ايه، ولكن ممكن ما تكونش او ممكن تكون اول مره في التاريخ، ما اعرفش الحقيقه، ولكن لاول مره النادي الاسماعيلي بعد 3 مباريات ما عندوش نقطه. اوعوا تفتكروا ان ممكن يكون حد فرحان بالكلام ده، لا، النادي الاسماعيلي نادي كبير وسيظل اسم النادي الاسماعيلي نادي كبير. النهارده الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم كان عندنا فرحه، وفرحه كبيره جدا جدا جدا. النهارده عملنا لقاءات بعد نهايه مباراه النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المرتبط الحقيقه لكره السله، فرحه اللاعبين وفرحه الجهاز الفني مع مراسلين قناه النادي الاهلي. هشكر حضراتكم دلوقتي حالا واسيب حضراتكم مع فرحه الفوز بالبطوله الثالثه مع اوجاستي بوش بعد وصوله إلى القيادة الفنية للنادي الأهلي، بعد الفوز بدوري منطقة القاهرة وبعد الفوز بالبطولة العربية، بيعود أوجاستي بوش مع فريق الأول لكرة السلة رجال وفريق المرتبط اللي هو الأصغر سنا لكرة السلة، بيعود ويفوز بهذا الدوري لينتقل بعد كده. ونفرح النهاردة ومن بكرة إن شاء الله كل هذه الصفحات هتتقفل علشان نبتدي نبص بقى للدوري العام في كرة السلة وكأس مصر في كرة السلة، وإن شاء الله أقصى مجهود يتم بذله. هسيب حضراتكم مع فرحة لاعبة النادي الأهلي وجهازهم الفني بعد الفوز بهذه المباراة وبهذه البطولة، إن شاء الله أشوف حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير. Thanks for the congratulations, and I want to thank as well my players. First of all, they did a great job all season long, and especially last weeks were not easy. We had some injuries, we had some tough performances or under performances, and but we were able to compete really well in the finals. And I also want to thank my coaching staff and my medical staff, because as I said before, we had some injuries, and they did a good job to recover everybody to be ready to perform today. So congrats to them too. طبعا بيبارك لكل جماهير النادي الاهلي وبيقول لهم يعني انه الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا على الجهاز الفني، وكمان جميع اللاعبين بيشكرهم جدا، وكمان بيشكر الجهاز المعاون الجهاز الفني يعني طبعا التعاون معاه طوال الموسم لحد دلوقتي. يمكن كمان كان بيقول ان الفتره اللي فاتت كانت صعبه على الكل، كان كمان في العديد من الاصابات كانت يعني بتصعب الامور شويه عليهم، وكمان كان في يعني مباريات صعبه على جميع اللاعبين.
النادي الاهلي، ولكن في النهايه بيشكرهم كلهم، يبارك لكل جمهور النادي الاهلي. Well, this is a finals and this is against Etihad, who are like a good players, really good players and a good team. And the first game maybe we had some, especially second half, bad performance. But the team showed character. The team showed in this game that we were able to stay together for 40 minutes, not like in the first game where we had some problems for the last 20 minutes. And I think that's what is really important, that the team that is able to come back from a tough loss like last day. And unfortunately, and also thanks to the job of our under 18 team, I want to congratulate them too for the two wins. We were able to win this championship. That's what we're here for. That's what we play for, you know, for winning games, for winning championships, and hopefully we got it. And this is also to our fans. يمكن طبعا بيشكر كمان فريق المرتبط اللي طبعا ساهم في التتويج النهارده، وقال يعني انه يعني ما قدرناش يعني ربنا ما وفقناش او ما قدرناش نحن نحقق نتيجه ايجابيه في المباراه الاولى امام الاتحاد السكندري، ولكن يعني ما فيش مشكله. كان يعني المباراه كانت اول امبارح، النهارده كانت المباراه الثانيه، مباراه نهائيه امام الاتحاد السكندري، ولكن قدرنا احنا كفريق يعني نتحد وقدرنا ان احنا نحقق الهدف النهارده ونفرح جميع جماهير النادي الاهلي ونحقق نتيجه ايجابيه. وطبعا يعني ده بعد ما صححوا بعض الاخطاء في المباراه الاولى وقدروا ان هم النهارده يتوجوا بلقب بطوله الدوري المرتبط. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس ادارته، اعضائه، وكل مشجعينه ومحبينه. الحمد لله رب العالمين، زي ما قلنا قبل كده ان النادي الاهلي بنى فرقه بعنايه ودراسه، ان الفرقه تستمر ان شاء الله في المنافسه على كل البطولات، مش لموسم، لمواسم كتير. فالحمد لله احنا الفرقه دي بدات تتبني من سنتين بدعم مجلس اداره كبير، والسنه دي الحمد لله بدانا بنجني ثمار البنى. وبشكر كل حد شارك في البونا دوا من اول ما بدا كابتن اشرف وكابتن سيد مصطفى، حتى كابتن ماريو بالما لو جه شهرين، مستر اوجوستي، كل الناس دي شاركت في بونا الفريق. وتعودنا في النادي الاهلي ان احنا دايما بنشكر بعض وبنسلم بعض، وانك السلبيات بتحاول تعالجها والايجابيات بتكمل عليها. فربنا كرمنا، احنا تعبنا جدا عشان نوصل بالفريق ده ان هو يبقى فريق بطل على قد اسم النادي الاهلي. فالحمد لله اهم حاجه النهارده ان الجمهور بات وهو فرحان بالفوز، وده اللي قلناه للعيبه، احنا مش هنزعل الجمهور ماتشين ورا بعض. الماتش اللي فات كان فيه اصابات وكان فيه مشاكل، يعني في بعض الاصابات الناس بتلعب وهي مصابه، ايهاب مش موجود، ابو النصر مش موجود. فالحمد لله رب العالمين، النهارده كنا رجاله وعلى القلب راجل واحد، وقدرنا نفوز باللقب الحمد لله. Thank you. It's a big win for our team. It's very exciting. We're going to enjoy this championship, but we have to get back to work and continue to get better. طبعا سعيد جدا بالفوز ببطوله الدوري المرتبط النهارده، وكمان يعني بيوصفها بتجربه يعني ممتعه بالنسبه له ولجميع لاعبي النادي الاهلي، وهيستمتعوا بيها على قد ما يقدروا طبعا قبل الدخول في باقي المنافسات طول الموسم. Of course it's a great feeling. We've only lost one game so far this season. We know you're going to eventually lose, but it's great to play with this group of guys and this coaching staff. So I'm very excited that we're winning a lot of games and three championships, but we have to continue to win more. طبعا هو سعيد ان هو فاز بثلاث بطولات مع النادي الاهلي لحد اللحظه دي، طبعا من بدايه الموسم لحد دلوقتي. يعني بيقول ان هو خسر مباراه واحده مع فريق النادي الاهلي، ولكن في العديد من المباريات الفتره المقبله. كمان هو سعيد بالفوز بجميع المباريات الثانيه، يعني ما عدا المباراه طبعا امام الاتحاد السكندري المباراه الماضيه، ولكن هو سعيد جدا طبعا بالفوز ده النهارده، وسعيد بالفوز بالثلاث بطولات. ولسه يعني بيوعد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله البطولات القادمه ان شاء الله يعني هيلعبوا وهيقاتلوا عشان طبعا يحققوها ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. مبروك الاهلي. بص للكاميرا، بص للكاميرا. لا مبروك يا اهلي. انت اهلاوي؟ بتشجع الاهلي؟ قول مبروك للنادي الاهلي. قول مبروك. مبروك يا نادي الاهلي. وعايز تقول لبابا. قول لبابا. مبروك. مبروك يا بابا. طبعا الحمد لله، يعني ماتش النهارده او البطوله بتاعت النهارده كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، ان احنا يعني زي ما وعدنا ان احنا نفضل ثابتين ان احنا ناخد كل البطولات السنه دي. وثلاث بطولات عدى اهو زي ما وعدنا، وان شاء الله في اتنين لسه جايين، وخلاص بطوله خلصت وبنفكر في اللي جاي يعني ان شاء الله يعني باذن الله. طبعا عنفنا جامد يعني بعد ماتش اللي فات. الماتش اللي فات كان يعني عادي، طبيعي جدا ان في فرقه احنا 24 ماتش ما خسرناش، فطبيعي جدا ان يحصل دروب ونخسر.
ممكن تقول ثقه زياده اي حاجه يعني، بس قدرنا ان احنا نتماسك نفسنا، قدرنا نجمع بعض، وقدرنا ان احنا نكسب يعني النهارده كمان. هو طبعا يعني انا مبسوط جدا، طبعا دي اول بطوله مرتبط ليا ومع النادي الاهلي، فطبعا انا مبسوط جدا، وان شاء الله باذن الله نحاول نكمل زي ما احنا كده، نحاول نعلي في مستوانا اكتر، نحاول ان احنا ناخد نكمل في بطوله، ويعني يا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله. وبالرغم طبعا ان هم كانوا زعلانين، انا بشكرهم الجمهور واحد واحد طبعا، وبهديهم الفوز ده، ان هم المسجات اللي كلها اللي وصلت لي احنا بندعمكم احنا في ظهركم، ده ادانا شعور ان بجد الناس دي ورانا، الناس دي بتدينا دفعه، فانا طبعا بهديهم الفوز ده، واحب اشكرهم كلهم، والحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه. هو حقيقي ايهاب بيتعب وبيجتهد ان هو صغير، يعني كان عنده مثلا 5 سنين ونص، فمشى في المشوار طويل ولغايه ما سافر امريكا وجات له المنحه الحمد لله، وتفوق في امريكا ورجع مصر، فهو بيبذل كل مجهود، والحقيقه الحمد لله هو متفوق في كل حاجه بيعملها، فلازم الواحد يعمل له سبورت يعني. الحمد لله، الحمد لله، يعني ربنا رزقني يمكن احسن ام تعبها معايا 26 سنه، اكتر واحده تعبت معايا، يمكن اكتر مدربين من وانا صغير، توديني التمرين، تعمل لي الاكل، يعني هي كانت من السبب الرئيسي يمكن في نجاحي اعتقد من وانا صغير، دعم النفسي الاول ليا، يمكن حتى لما سافرت امريكا ساعات ممكن يبقى ماتش مثلا الساعه 4 الفجر، تصحى تكلمني قبل الماتش، اتفرج على الماتش، بعد الماتش تبعت لي، لما يبقى وراك حد كده اعتقد بيبقى الموضوع اسهل بكتير.